السلام عليكم، ان شاء الله نتمنى تكونوا كل شيء بألف خير. بالنسبه للطاخت ديال الحامض او ديال السيترون ديال اليوم، كتجي بنينه بزاف وكتحضر على ثلاث مراحل، ثلاث طبقات. بالنسبه للمرحله الاولى كنديروا واحد 200 غرام ديال الدقيق الابيض باش نكونوا العجين اللي كيكون في لاباز في الاساس ديال المول. وفي هذا الوقت كنكونوا شعلنا الفران على 180 درجة باش تطيب هاد لاباط من التحت، وحيت ندخلوها نقصوا شوية باش ما تحرقناش. إذن غادي نديرو 200 غرام ديال الدقيق الأبيض، غادي نضيف عليها معلقه كبيره ديال السكر الناعم، وايضا نضيف واحد القبصه ديال الملحه. وايضا غادي نضيفو الزبده، 100 غرام ديال الزبده، ونخلطو هادشي كامل بحال الكاس كبير ديال الماء دافي جهد اللي تجمع لنا العجينه بلا ما ندلكوها. نجمعوها فقط بالاصابع ديال اليدين ديالنا ونكونوا واحد العجينه. اذا نخليكم مع هذه المرحله ونرجع ان شاء الله بحول الله باش تشوفوا الكيفيه. اذن نخليوها طيب في داك الفران ما يكونش الحراره مرتفعه، وندوزو نشوفو المرحله الثانيه باش نحضرو لا كريم باتيسيير اللي غنحتاجو فيها جوج ديال البيضات كاملين، مية وعشرين غرام ديال السكر الناعم، وأيضا نحتاجو لها نطربوها مزيان، ونضيفو لها 50 غرام ديال الزبدة،
نحركو مزيان بالخلاط الكهربائي، ومن بعد نديرو واحد جوج ديال او ثلاثة اللي عندكم ديال زاس ديال السيترون ديال الحامض، فقط القشور نحكوهم هكذا في الحكاكة الرقيقة. إذن قلنا جوج حتى ثلاثة ديال الليمونات، ونضيف عليهم أيضا العصير ديالهم. من بعد هاد المرحلة غادي نديروهم فوق واحد الكاسخول اللي كديروها فوق النار، ونخليو ديك لاكريم باتيسيير فوق النار، نحركوها مزيان نار مهيلة حتى كتعقد مزيان وكتولي ثقيله في الملمس ديالها كما غتشوفوا في الفيديو. اذا نخليكم مع هذه المرحله ونرجع ان شاء الله باش نكملوا المراحل الاخيره. اذا غادي نحلو الفران ونديروها من الفوق، نصوبوها مزيان من الفوق فوق ديك لاباط، ونخليوها طيب المده اللي غادي نحضروا واحد لا مورينغ. اذا تابعوا معايا هاد بقيه ديال الفيديو، ونرجعوا ان شاء الله باش نشوفوا ايضا المراحل المواليه. اذا في هذه المرحله هذه غادي نديروا داك لا مورينغ او بياض البيض فوق لا تارت، ونخليوها تحمر من التحت، ومن نحسوا بها الجوانب بداو كيتحمروا غادي نطفيو من التحت ونشعلوا من الفوق، ونخليوها تعطي واحد اللون ذهبي. اذا تابعوا هذه المرحله هذه، نعطي واحد المنظر بحال امواج باش كيعطي واحد المنظر زوين ورائع. اذا قلت لكم من تحمر من التحت مزيان، نحسوا باللي البياض بدا كيتحمر من الجوانب، غادي نشعلوها من الفوق ونخليوها تعطي واحد المنظر ذهبي. وها هي عندنا لاطارت جاهزه. اذا وقت ديال الطياب نتوما شوفوا على حسب العينين ديالكم، شوفوا من تحمر لكم صافي طفيوها بحال هكذا. نتمنى ان شاء الله تحضروها في البيوت ديالكم، كتجي رائعه وبنينه وفيها المذاق ديال الحامض الليمون كيجي زوين بزاف. نتمنى يشاركوكم الاطفال ديالكم في هذا التحضير ديال هاد لاطارت.
وتنال إعجاب ديالكم. وأتمنى الصحة إن شاء الله الجيدة للجميع، وإلى اللقاء بحول الله.